السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا عسرين يا أسود يا نمور. يشهد الله أن الواحد يرفع رأسه للسماء ويفتخر بأن معه مشتركين ومتابعين من أمثالكم. عسرين رزاح للضبط سند. أي والله، وأعتذر لكم وأتأسف على الفيديو الذي نزل قبل يومين. أعتذر لكم وأتأسف، وأحب كل رأس مشترك عندي في قناتي، بس أشتي أوصل لكم معلومة بسيطة، ويا ليت انكم تفهموني صح. الفيديو الذي نزلته على حسن نية، طبعا خزناه خترناه مشعنا فيديو ونزلناه على طول بدون اي مراجعة، بدون اي تصنع، بدون اي تنسيق، سهالة. في ناس استغلوا الثغرة حق صباح، مش تقول ان المشتركين اغتصبوا صباح، زعلوا على صباح. قد اغتصبوا اليمن، اغتصبوا الشرق الاوسط، اغتصبوا القدس، زاعلين على صباح. ليش تقول انهم اغتصبوا صباح؟ طبعا الفيديو على حسن نية، على نيتي. والذي يعرفني هو داري من هو مصطفى المومري، وما بيتصنعش وكلامه من راسه. هذا كسع امشع فيديو ونزل، ما به مراجعة ولا به شيء. بس في ناس استغلوا، الذي استغلوا الفيديو ومصطفى قال مشتركين اغتصبوا صباح، فاكيو لك انت وابوك، لك انت وابوك، بشسعنا على كليب. اما الذي دخل نصحني باحترام وفي التعاليق والرسائل الخاصة، يا مصطفى عيب الفيديو هذا، ما يجوز تقول ان المشترك فوق عيني وراسي، انا بحذاتك بسنطلك هان، وما خبره ومشتركين ومتابعين الا ينصحوني اذا غلطت ولا بسرتوني ملت، انصحوني نصيحتكم فوق راسي، انصحوني ردوني عن الغلط. بسرتوني من مين؟ ردوني. مصطفى انت غلط، انت قلت كذا، انا تأسف تأسف تأسف. عفوا بليز. الفيديو على حسن نية، الذي استغلوا قلت لكم هؤلاء حسدة منافقين، هؤلاء منافقين من زمان. انزل فيديو فعلي هكذا ما بدي بسرف الفيديو 14 دقيقة عادوا نزل ما بديش ثانية، وقلت فعل زنوة. فهذه الرسالة إلى المحبين والمشتركين والمتابعين، المحبين لي إذا بسرتوني زليت الطريق انصحوني ردوني. مصطفى أنت غلط، أنت لغبت، أنت لا. وأنا أعتذر وأتأسف وأتشرف أنكم تردوني على الغلط. هان أما الذي بيستغل الثغرات، الذي بتخرج بدون قصد، وأنتم داريني بدون قصد، وأعتذر للمشتركين وأحب رأس كل مشترك، والواحد يفتخر بكم، انتم رفعتوا راسي في السبعين، والله اني بكيت من الحشد الذي جاء. ماش استغناش انا على الرجال، ما استغنيش عن الرجال، انتم رجال عشرين، رزح للضغط، ما استغنيش عنكم. فالفيديو قلت لكم على حسن نية، اما الذي استغلوه فاكيو، اطلع فوقها يا نذل، ما مع الحاسدين الا الدموع. وعلشانكم يا متابعين، قصينا الفيديو حق صباح، وانا بنقول اغتصبوا، قصيناه من اليوتيوب نفسه قصيناه، ويعني اعذروني على السب الذي بيخرج من دون قصد. يا جماعه، من يا الذي ما يسمع كلام بذيء وسب يصير يسمع عمرو خالد، يفتح قناه الشارقه ولا ذا ويتسمع له عمرو عبد الكافي. احنا هنا زائد 18، بس ان شاء الله ما عاد اسبش، ان شاء الله خلاص يعني امسك نفسي، والسبع يكون على حمود، لا بالسبع ولا انا اسكت طيب. وحمود انا قد تزوجت، حمود عاد وعزب، انت عليك السب والد، لا والد تيت بس ما بشتيت ما بالله تمام. واسبوع العسل كمل، اسبوع العسل حقي كمل. والان ادخل لكم في الفيديوهات الحرق خالق نجف لطم صغر الان. وتحياتي واشواقي، و اي لاف يو مشتركي. افعل اشتراك، فعل الجرس، والمسامحه يا متابعين ويا مشتركين ويا معجبين، المسامحه يا رجال المسامحه.